إلغاءات بالجملة في الحجوزات السياحية في كل من مصر والأردن ولبنان منذ بداية الحرب في غزة. تواصلت بي بي سي مع 12 شركة سياحية في مصر والأردن، وتبين أن حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وبرامج الترفيه من خلال هذه الشركات انخفضت إلى أكثر من 50% منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتأثرت شركات أكثر من غيرها. فالشركات المعتمدة على السياح القادمين من أوروبا أو الولايات المتحدة وصلت إلغاءات حجوزاتها إلى 90%، بينما كانت نسبة إلغاءات القادمين من آسيا أو الشرق الأوسط أقل. لكن السياحة في لبنان تعرضت للضربة الأكبر بسبب الوضع في غزة. رئيس المجلس الوطني للسياحة بلبنان يقول إن نسبة حجوزات الفنادق الآن لا تتجاوز 7% مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت فيها الفنادق في لبنان شبه ممتلئة في هذا الوقت من العام مع اقتراب موسم الأعياد. بعض منظمي الرحلات السياحية في بيروت قالوا لبي بي سي إن عملهم متوقف الآن بشكل كامل. فما سبب كل ذلك؟ ببساطة قرب تلك الدول من ساحة الحرب والخشية من أن تمتد الحرب إليها. في لبنان مثلاً الجبهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، وهناك ضربات عسكرية إسرائيلية أصابت مواقع مصرية بالخطأ بحسب الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وتظاهرات كبيرة في الأردن دعماً لغزة يدعو فيها المحتجون أحياناً إلى الزحف إلى الحدود مع إسرائيل. يعتمد كل من مصر والأردن ولبنان بشكل كبير على قطاع السياحة، فهو يشكل جزءاً كبيراً من ناتجها القومي ويوظف أعداداً ضخمة من المواطنين ويؤمن كذلك العملة الصعبة. وبحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن تلك الدول الثلاث قد تخسر ما بين 10-70% من عائدات السياحة إن اتسعت رقعة الحرب في غزة أو طال أمدها. ويبقى السؤال، لأي مدى يمكن لاقتصاد تلك الدول أن يتحمل؟